تقدر دلوقتي انك تشتري ملابس واحذية رياضية من موقع FYY Sport، وهي اسعارها رخيصة جدا وجودة عالية جدا جدا، وكمان هتحصل على خصم 5%. كود الخصم موجود في صندوق الوصف، والشحن بيتم لجميع دول العالم. عشان تكون حريف ومهاري لازم تعرف مجموعة مهارات تقدر تراوغ وتعدي بيها من الخصم في اوقات معينة وفي الازمة اللي بتحط فيها اثناء لما بيكون معاك الكورة. فجبت لكم النهاردة مجموعة مهارات رائعة تقدر ان انت تستخدمها وتتعلمها بسهولة. ندخل على الانترو ونبدأ على طول. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers. السلام عليكم واهلا بيكم، معكم احمد سيد وجينا لكم في فيديو جديد. بقالي كتير يا جماعه مطول عليكم، معلش عشان كان عندي ظروف وكان عندي حاجات كنت بعملها، فعشان كده مطول عليكم. بس اوعدكم الفتره دي مش هطول عليكم خالص، على الاقل كل اسبوع هيكون نازل فيديو. النهارده هيكون معانا مجموعه مهارات حلوة جدا، سهلة جدا، تقدر تعلمها بسهولة، تقدر تنفذها في الملاعب 11 او الملاعب الخماسية لكل الاعمار. مهارات للاعمار الكبيرة ومهارات للاعمار الصغيرة، تقدر انك تتعلمها بكل سهولة وبساطة، وهي مهارات من المهارات الرهيبة جدا وتقدر انك تستخدمها، ومهارات رائعة رائعة رائعة. بس قبل ما نبدأ، لو انت جديد عندي تشترك في القناة وتفعل زر الاشعار عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك عشان يحفزني ان انا انزل فيديوهات الفترة اللي جاية. وكمان يا صحابي، كل حبايبي، كل الناس اللي بتتابعوني، كل الناس اللي بتحبني وبتحب قناة اكشن سبورت، تنزل تشترك في الانستجرام او تضيفني على الانستجرام، تعمل لي متابعة او تضيفني على الفيسبوك، مش تاخد من ايدك ثانية، هي كلها دوسة زرار وهتقدر ان انت تكون منضم معايا، عشان في حاجات كتير جدا الفترة اللي جاية وفي مفاجآت كتير جدا جدا جدا. هيكون معايا النهاردة ضيف وهو عمر صاحب قناة، بتقدروا تنزلوا تشتركوا في القناة عنده، هتلاقوه في الديسكريبشن. يلا بينا نبدأ على طول في المهارات، يلا بينا. دي مهارة حلوة وبتعتمد على حركة الدراج اما بيكون الخصم خلفك، بتقدر انك تنفذها عشان تروغه وتعدي منه بكل سهولة. ويلا بينا نروح نشوف هنتعلمها ازاي، يلا بينا. في البداية تقوم بسحب الكرة الى داخل قدمك للخلف وتحاول تعديها كتير بالطريقة دي، وبعد كده تعمل حركة الدراج مع دوران جسمك وتستمر على التدريب عليها بالشكل ده كامل لحد ما تكون معاك سهل. دي مهارة حلوة جدا وتقدر تعملها لما يكون الخصم خلفك والكرة جاية لك وانت رايح للكرة. بتروح للكرة وبتقوم بخداعه انك هتلعبها بداخل قدمك لورا، وبعد كده بمرن جسمك تلف وتلعبها عكس الاتجاه وتعدي منه الناحية التانية على طول، وبكده يكون روغته بلمستين من الكرة. وهي حركة جميلة جدا وتقدر انك تتعلمها كمان دلوقتي، وأقول لكم على شرحها، يلا بينا. هتتعود على ضرب الكرة بداخل قدمك للخلف كده مع الدوران السريع وتعملها كتير، وبعد كده تكون سريع في مرن جسمك وتتعود على ضرب الكرة في اتجاه تاني وتعمل الحركة الاول بالبطء، وبعد كده تسرع تدريجيا واحدة واحدة وهتكون معاك سهلة ان شاء الله. دي مهارة من ضمن المهارات الحلوة جدا، بس هي استخدامها قليل جدا، وتقدر تنفذها على اطراف الملعب، ما تنفذهاش اما بتكون في منتصف الملعب، ولازم تعملها لما تكون مثلا ضامن ان الخصم مش هيدخل عليك صعب او مش قريب منك، يكون مثلا بعيد عنك في مسافة متر. ما تنفذهاش في اي مكان، ما تنفذهاش وانت خسران، اعملها لو انت عايز تعمل شو او عايز تعمل تبين نفسك في الملعب، تعمل مهارة حلوة الناس تتبسط منها. وندخل نشوف دلوقتي نتعلمها ازاي، يلا بينا. في الاول بتعود قدمك على ضرب الكرة من خارجها لحد ما توصل للقدم التانية، وتقوم بضربها او باغزها في مكان تاني بعيد عن الخصم، وتقدر تتعلم الحركة دي ببطء الاول وبعد كده تسرع. Yeah.
المهارة حلوة جدا وليها استخدامات كتير في أماكن ياما، وتقدر انك تستخدمها وتروغ بيها كمان بكل سهولة، لأن المهارة دي بتعتمد على التمرين الكتير والحركة زي ما هقول لكم دلوقتي في التعليم. يلا بينا. في البداية هتحط الكرة بين أقدامك وتبتدي انك ترفع نفسك مع الكرة عشان الكرة تترفع، وبعد ما تتقنها تقوم على طول بتزويد الرفع عشان الكرة تطير من فوق الخصم. مهارة قوية برضو بس استخدامها في الملاعب الخماسية او كرة الشوارع، لانها بتعتمد على الاستعراض اكتر، لانها بتاخد منك وقت زيادة في تنفيذها، وكمان تقدر انك تستعرض بيها بشكل رائع جدا، واقول لكم دلوقتي ازاي تقدروا تتعلموها. يلا بينا. في البداية تتعود على الفليك اب او رفع الكرة من على الارض لمدة بسيطة، وبعد كده تعمل الحركة دي لوحدها بضرب الكرة في الهواء من وجه القدم الى داخل القدم، بتعملها جانبية او لفوق، وبعد كده هتكون انك بتعملها سهلة وكويس جدا. دي مهارة استعراضية قوي قوي قوي، وبتعمل لك شكل رائع جدا، بس برضو استخدمها في الملاعب الخماسية او كرة الشوارع، وهي حركة بتدي لك شكل رائع جدا، وتقدر تتعلم الحركة دي لو انت عايز تعمل حركات تجذب النظر ليك وتشد الناس ليك. يلا بينا نروح نشوف اتعلمها ازاي. يلا بينا. في البداية تحاول تعود اقدامك على الحركة دي وتعملها ببطء الاول، ببطء جدا جدا يعني، عشان تكون عارف بتتعمل ازاي، وبعد كده تدخل على الخطوة التانية وانك تتعود عليها شوية برضو لحد ما تتقنها وتبتدي انك تنفذها على طول. الحركة دي تعملها على خطوة واحدة، انك تعمل الحركة اللي انت شايفها دلوقتي بسحب خفيف وبطيء لمدة قليلة جدا جدا جدا. وبكده شباب انتهت حلقتنا، يا رب انها تنال اعجابكم، متنسوش اللايك سبسكرايب، اراكم في التعليقات، اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. سلام.